آخر يقول: أنا متزوج ولي امرأتان، وقد لاقيت من المرأة السابقة عدة مشاكل عائلية، قد حاولت بشتى الوسائل إصلاح كل الأشياء التي كنت أعاني منها ولكن دون جدوى، وقد رزقت منها بأربعة أطفال، وعندما يئست من كل شيء اضطررت إلى أن أتزوج بأخرى، وقمت بتأسيس شقة بكل ما تحتاج من أساس للزوجة الأولى، واسكنتها فيها واصرف عليها بكل ما تحتاجه هي واطفالها، الا انني لم ادخل عليها في شخص وان انام معها للاسباب المشار اليها سابقا. هذه المراه ينبغي ان تعطف عليها وترحمها لسبقها وكونها ام اولادك، والنساء مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خلقنا من ضلع، وان اعوج شيء في الضلع اعلى، فانها تقيمه كسرته وان تركته لم يزل، يعني اعوج. فلا بد من الصبر، ولا بد من العفو عن بعض الاشياء، ولا بد من الاستمرار في العلاج، فاستمر ولا تيأس، استمر في العلاج، ولعلها بهذا الهجر لها لعلها ترجع الى صوابها، ولعلها تحس بخطئها وتعرف اخلاطها، فراجعها، يعني ارجع اليها ولمعها واعدل بينها وبين ضرتها بالقسم والنفقه والوجه ونحو ذلك، واستعن بالله فلعلها تستقيم. فإن لم تستقم فحينئذ أنت مخير، إن شئت طلقتها، وإن شئت أبقيتها معك إذا كانت ترضى بذلك، تبقى معك على إنفاق عليها وتكون محرما لك لو دخلت عليها ولا بأس عليك، لكن ليس لك أن تهجرها هذا الهجران إلا إذا رضيت بذلك. أما إذا قالت لا طلقني أو اعدل بيني وبين ضرتي فأنت مخير، إما أن تعدل وإما أن تطلق. أما إذا رضيت فقلت لا بأس أرضى، لا تطلقني، أنا أرضى واجلس عند عيالي على حسب نفقتك، ولا تطلقني، ولا بأس لا تقسم لي، أنا راضية فلا بأس. وقد كانت سودة من جمعة أم المؤمنين رضي الله عنها أراد النبي يطلقها، فقالت: يا رسول الله لا تطلقني وألقني في نسائك وأنا أجعل يومي لعائشة، فاتفق معها صلى الله عليه وسلم على ذلك، وجعلت يومها لعائشة وبقيت على حساب نسائك، ولم يطلقها ولم يقسم لها. فإذا رضيت هذه الزوجة القديمة بأن تبقى معك على غير قسم لها مع ضرتها ولا تطلب طلاقها فلا حرج عليك، تنفق عليها وعلى أولادها ولا حاجة إلى قسم، ولا من أن تدخل عليها في النهار بعض الأحيان: كيف حالكم؟ كيف أنتم؟ ربما جعل الله في هذا الدخول سببا للخير والمحبة والوئام بعد ذلك، تدخل عليها تزورهم: كيف أنتم؟ كل يوم، كل يوم بعد يوم، بعد يومين، بعد ثلاث تزورها، لأنها محرم بعد ما طلقتها زوجتك، تدخل عليها وترعى أحوالهم وترى أولادك، تجلس عندهم بعض الوقت تسأل عن أحوالهم، تأتي إليهم بحاجاتهم، والنوم مع ذلك وقسم لها وحدها لا بأس. فإذا قالت الأولى: لا أنا ما أرضى بهذا أبدا، بل إما أن تقسم لي حقي وإما أن تطلقني، لزمك أحد الأمرين: إما القسمة وإما الطلاق. أما إذا سمحت وقال لا تطلقني فلا بأس فلا بأس. وآخر يقول: طلبنا من سماحتكم مساعدتنا بإلقاء محاضرات في عدة مساجد، لأننا لا نستطيع الحضور إلى هذا المسجد لعدم وجود مواقف للسيارات، فنرجو من سماحتكم مساعدتنا في هذا. سبق طلبنا، نحب ذلك، ولكن المساجد كثيرة والمشاغل كثيرة، ما نستطيع أن نجيب كل مسجد، فنرجو معذرة من إخواننا، لا نستطيع، لكن الحمد لله المشايخ الآخرون يأتون إلى المساجد ويوجهون إليها، وفيهم الخير والبركة إن شاء الله. أنا ما أستطيع أن أذهب إلى كل مسجد، مسجد أذياء في المسجد أكثر. سماحة الشيخ، يفتون عن رجل يدخل بعدما يسلم. طيب بارك الله فيك. الله.